وقال اول ما دخلت قال كله كله ما تجيب الا طلح. وش اسوي عيال عمي لاحقونا في كل مكان الله يجزاهم خير يبارك فيهم. سمش تقول يا ابو كل شجر بلادنا يلا لك الحمد. في قاعده جميله في الحقيقه ودنا انها تكون يعني شعار في الايجابيه. الله عز وجل لا شك انه في كتاب هو منبع الايجابيه. يا سلام. يعني انا ودي المشاهد اعطني قلبك شوي وارعني سمعك ها وعيش معي هالموقف البسيط الجميل وانطلق منه في حياتك. الله عز وجل ماذا قال في قصة سليمان يوم تحدث عن النملة؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ليش؟ قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تمست لهم العذر. انظر كيف سجل الله مخاوف النملة في القرآن. مخاوف نملة سجلها في القرآن. أخي الحبيب أختي المباركة كيف بمخاوفكم أنتم وأنتم عباده الذين تسجدون بين يديه وتركعون بين يديه. الله يسجل مخاوف نملة. ألا يسجل مخاوفك؟ يشعر بما الحديث الذي يدور في صدرك، يشعر بالقلق الذي تشعر به، يشعر بالألم بالجرح الذي يراه الناس ولا يعلمون العمق والألم. الله يشعر به هنا لا يشعر بأحد. فلما السلبية؟ لما اليأس؟ لما الإحباط؟ لما القنوط؟ لما الخوف؟ والله عز وجل يسجل مخاوفك وقادر سبحانه أن يزيل هذه المخاوف ويبدلها أمان. ألسنا نقول بعد الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت الأمان ومنك الأمان، أنت تطلب من الله الأمان بعد كل صلاة. اللهم أنت الأمان ومنك الأمان. اطلب الأمان من الله بيقين وبصدق، اطلب الأمان من الله سبحانه وتعالى وأنت على يقين كامل أنه سيهبك الأمان، أنه سيعطيك من هذا الأمان ما ينزل بساحتك فيغير واقعك، ذلك الواقع المؤمن من واقع جميل يجعلك تخر ساجدا شاكرا بنصر الله وجبر الله وعطاء الله. فأبشر، مخاوفك محفوظة، قلاقلك محفوظة، أحاديثك يا أخي متى سجدنا لله؟ بعضنا تسأل تقول له أطول سجدة في حياتك كم مدتها؟ يقول لك 3 دقائق 4 دقائق. يا أخي متى سجدنا لله؟ ساعة، ساعتين، وأنت تتكلم وأنت تتكلم مع الله، تهمس في أذن الأرض فيسمعك من في السماء، تتحدث مع الله عن كل شيء. إذا سجدت فأخبر الله عن كل شيء. ترى هذا تفريغ لكل الشحنات السلبية. أليس في السجود الشحنات السلبية ثبت طبيا أنها تسحب من الإنسان؟ فكيف بالحديث وأنت تقول ما يحتاج لغة عربية وما يحتاج ترى ترتب كلماتك؟ يا الله أني أحبك، يا الله أني داخل عليك، يا الله أني راجيك، يا الله أريد الأمر الفلاني، يا الله أريد كذا، يا رب أنا مذنب، يا رب أنا مقصر. لا ترفع رأسك من السجود وهناك أحاديث لم تخبر بها الله سبحانه وتعالى، لأنك سترفع رأسك من السجود بقمة الإيجابية والتفاؤل والابتسامة والراحة والسكينة. لماذا؟ لأنك تحدثت مع الله، لأن الله استمع إلى حديثك، لأن أحاديثك رفعت، فتحت لها أبواب السماء. كانت مظلمة، كان أمر موجع، كان مرض، كان سقم، كان تأخر نصيب، تأخر رزق، تأخر زواج، كان ابتلاء في المنزل، ابتلاء في العمل، أيا كان الوضع أخبر الله عن كل شيء واعلم أن الأحاديث التي ترفع إلى السماء والله إنها آتية وقادمة ولو تأخرت ولو بعد حين. أليس الله قال عن النفس المظلومة وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين؟ والسلام. فلا تستعجل ولا تقول دعوت لم يتيسر لي، ما دعوت يا شيخ، ما حد، ما صار لي كذا. لا، ادعو الله وارفع الدعوة واستودعها، خلاص خلها عند الله في السماء، كتبت وسجلت وإن تأخرت ولكنها آتية وحاصلة. فمن اليوم نريد كل زوج، كل زوجة، كل معلم، كلهم في مكانه، كلهم في بيته، من هذه القناة المباركة أطلق شعارا إيجابيا. سلام. واصنع الإيجابية في نفسك أولا ثم لمن حولك ولمن تقابله ولمن تشاهده. ارسم البسمة والإيجابية والكلمات التي تدفع إلى الخير وأبشر، فإن رصيد الحسنات عند الله عز وجل مفتوح بقدر ما تزرع في نفسك وبمن تحب من الإيجابية والعطاء. يا سلام يا سلام، بيض الله وجهك يا شيخنا ويبارك فيك.